السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء إنما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة متجددة ثقافية تجمعني وإياكم في ثاني أسبوع تحديدا من برنامج مرافع. ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟ مليحة عاشقاها السل والجرب، ماتت بصندوق وضاح بلا ثمن، ولم يمت في حشاها العشق والطرب. مشاهدي الأعزاء، قبل أسبوع من الآن أو أكثر من 10 أيام احتفى الوطن واحتفى المبدعون واحتفى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيون بالذكرى 20 لرحيل رائي ومبصر اليمن الشاعر عبد الله البردوني. وكنا قد سلطنا من خلال هذه الحلقة الضوء على حياة البردوني المشرعة والمترعة بكل ما هو جميل وبكل ما هو قاس أيضا، من خلال بعض النقلات والوقفات التي استحضرناها في حلقة الأسبوع المقبل. وكان بمعيتنا أحد الضيوف وتحدثنا عن تجربة البردوني أو جانب منها. في هذه الحلقة سوف نستضيف واحدا من تلامذة أيضا البردوني ومن مدرسته وممن تأثروا به، الشاعر علي المهتار. مرحبا بك أستاذ علي. حياك الله أستاذ علي. ربما يعني بدأت حلقتي بالحديث عن الشاعر البردوني. البردوني أستاذ لكل الأجيال وليس أستاذ لجيل بعينه، ولكن لكل جيل ولكل تلميذ يعني قبس معين انتهى له أو انتهجه من الشاعر البردوني. ما الذي أخذه علي المهتار من شعر البردوني كشاعر؟ والله عبد الله البردوني رحمه الله أستاذ الجيل كما قلت، هو أستاذ لنا كلنا. اقتبست منه كل جميل، ويا ريتني اقتبست منه الكل، ولكن تأثرت بدراستي لقراءة أو بدراستي لكتبه وأشعاره. كنت لا أجد كتابا يجذبني من ناصيتي ويثبتني على الصفحة سوى كتابات عبد الله البردوني رحمه الله، فهو أستاذ للجيل كله، وأتمنى أن ننحو منحة إن شاء الله. نعم. هل يعني تقرأ من خلال التجارب الشعرية الشابة التي ظهرت مؤخرا، والكثير من الشعراء الذين انتهجوا نهجه، والكثير من الذين ساروا على دربه ووقعوا يعني عفوا ومشوا على وقعه، هل تقرأ بأن ثمة شاعرا سيكون بحجم رأي اليمن البردوني لاحقا؟ في الحقيقة لا، لأن عبد الله البردوني ظاهرة كونية لن تتكرر. فالوصول إلى مرتبة عبد الله البردوني طريق صعب سلمه، وصعب مسلكه أيضا. من الصعب جدا جدا أن يصل أي شاعر عربي أو يمني إلى مستوى عبد الله البردوني، فهو جمع ما بين الحداثة وبين الأصالة، وأوجد الصورة الشعرية المدهشة المذهلة التي لا يستطيع تركيبها أو إيجادها شاعر آخر، وأوجد لوحات فنية رسمها بالحروف لا يستطيع رسامون العالم أن يرسمونها أبدا. نعم. يصفه بعض النقاد بأنه كان شاعرا مشاكسا، شاعرا أيضا كما يقال بالعامية ليس له صاحب، كان ينتقد هذا وينتقد ذا، كان ينتقد هذا الحزب وينتقد ذلك النظام. كيف تقرأ هذا الطابع الخاص في حياة الشاعر الأدبية؟ هل هي ميزة أم أنه يعني أم أن ثمة قراءة أخرى غير ذلك؟ لا، عبد الله البردوني هو شاعر ثائر، ثائر على كل باطل عاصره أو حاصره أيضا، فكل كتاباته لاذعة ناقدة، وهي تنقد مجتمعيا وسياسيا أيضا، وتنقد بشتى نواحي مجالات الحياة، ولذلك كلمة الحق تحارب. فعبد الله البردوني الذي قال عنه أنه كان مشاكسا أو كان لاذعا، هذا رأيهم، وله الفخر عبد الله البردوني بأنه كان ناقدا ولم يصبر على أو لم يحابي أحد ويجامل أحد أبدا. نعم. سوف نتطرق إلى جانب الأستاذ علي المهتار الشعري، ولكن بعد أن ننتقل إلى هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الأعزاء، من الشعراء الكثر في اليمن الذي يزخر بمئات الآلاف من الشعراء، وإذا كانت الجزائر بلد المليوني شاعر فنستطيع أن نقول بأن اليمن 30 مليون شاعر يعني. نعم. أحد الشعراء لابد أن نسلط الضوء من خلال هذه الفقرة ومن خلال هذه الزاوية، الشاعر البديع عبد الإله
الشميري الذي كان له هذا التسجيل والذي خص به البرنامج، وهو يتحدث عن تعز ويتحدث بلسان المحافظة تعز، وهو من أبناء تعز الأبية الشامخة. أقف معكم وهذه الفقرة الخاصة وشاعر البديع عبد الإله الشميري، ومن ثم أعود لاستكمال ضيفي أو حلقتي مع ضيفي على المهتار. ابقوا معي. صديق سوري يعمل في إحدى الجمعيات التنموية هنا يقول لي: والله العظيم يا عبد الإله، أنا متفاجئ جدا بالريف التعزي فقط، ليس بالمدينة بشكل عام. هو طبعا زار حيفان، زار الأعروق، زار التربة. الرجل يقسم أن الريف الدمشقي ليس بهذا الرقي والتطور والجمال والدهشة. لهذا تجد المؤامرة كبيرة جدا على هذه المدينة. كلما كانت المؤامرة على اليمن داخلية أو خارجية، تعز تنال النصيب الوافر من هذه المؤامرة. لماذا؟ لأنها مؤثرة، ولكي تقتل يقتل المؤثر أولا. نحن الآن محاصرون. تخيل أن المسافة التي كنا نقطعها إلى أطراف المدينة، كنا نركب حافلة إلى الطرف الشمالي للمدينة، حافلة ب50 ريال خلال 10 دقائق فقط. الآن في ظل الحرب والحصار القدر، تقطع المسافة بأكثر من 5 ساعات وبحدود 7000-8000 ريال، 10 ساعات 8 ساعات. ونحن نلتف في طرق شرقية وجنوبية، طرق ريفية، حتى نصل نقطع 3 الكيلو 6 الكيلو هذه بسبب الحصار. به من ضياع المعاني أمة صرعى، وبي صداع غزير اسمه صنعى. بي من ضياع المعاني أمة صرعى، وبي صداع حقير اسمه صنعى. وبي تعز التي ما أفطرت أبدا من 1000 عام وأهلوها معي جوعى. وبي بكاء يتيم كلما انكسرت أناقة الغيم في أجفانه دعى. وبالذي بي من الأوجاع تذرعني ذرعا وتلسعني أسرابها لسعى، كأنها عقرب مطعونة فتحت سمومها في دمي، أو حية أفعى. تعز يا زهرة الأكوان، يا قمر الزمان، يا من رآها بارك المسعى، ويا غزالة قلبي، يا معلمتي نسج القصيدة، إن نثرا وإن سجعا عدا عليك أخوك الذئب حين رآك اليوم وحدك تختالين في المرعى. لو كان يملك وعيا عاليا لمشى على خطاك إلى إنسانه الأوعى، لكنه فاجر ما صافحته يد إلا وعلق تقواها على المنعى. ثقافة الفيد في كفيه طافحة،
ثقافة الفيد في عينيه طافحة تدير في راحتيه السيف والنطع. من يوقف الحرب؟ من يرمي بمسبحة الأمان من حولنا؟ من يوقف الدمع؟ هذه الدماء التي تجري مدللة على حماقاتنا، أنى لها الرجعة؟ من يوقف الحرب؟ لا جار بكى خجلا، ولا صديق وفي أرهف السمع. العنصرية فاحت من حناجرنا، هذه شياطينها قد أقبلت تسعى. من يوقف الحرب؟ هذه الحرب ظالمة وظالم مثلها، من ظنها نفعى. أقطرني مرا عليها وتعذب، وأملي عليها حتفها وهي تكتب. شكرا للصديق وزميل الشاعر البديع عبد الله الشميري الذي أتحفنا بهذه اللوحة الجميلة والتي كانت تعز كلوحة رائعة باذخة الجمال مرسومة خلفه كما لاحظنا في هذه الصورة. أستاذ عبد علي، استمعت إلى هذه القصيدة الجياشة التي تحكي لسان المبدع أولا وتحكي لسان المواطن اليمني يعني بشكل آخر، كيف تقرأ معاناة المبدعين في ظل مثل هكذا وضع يعيشه الوطن وتعيشه البلاد؟ الحقيقة الوضع مؤسف جدا، فالمبدعون يعانون كثيرا، لا يجدون عكاظا في هذه الأيام، لا يجدون من يهتم بهم، حتى أنه أصبح الكاتب أو المبدع إذا أراد أن يصدر كتابا فعليه أن يتحمل أعباء طباعته وأعباء نفسه بنفسه. كل الجهات تتخذ الحرب عذرا لها، فما عاد ينفعنا تجدي، وكلما حاولنا أن نوصل أصواتنا إلى الجهات المختصة بأننا نحن بحاجة إلى من يدعمنا، بحاجة إلى من يهتم بنا بكتاباتنا بإبداعاتنا. أنا ومثلي وآلاف الأدباء وآلاف الشعراء بحاجة إلى من يسندهم وإلى من يقف معهم، ولكن الوضع مؤسف حقيقة في هذه الأيام، بخصوص أنه أيضا دخل الوطن في هذا الحرب وفي هذه الحالة السياسية المؤسفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرج من المأزق هذا ومن عنق الزجاجة إلى مخرج أفضل إن شاء الله. ما الشعر ما وجع الكتابة، ما الرؤى أولى ضحايانا هم الكتاب. نعم. يعطوننا الفرح الجميلة وحظهم حظ البغايا ما لهن ثواب. عرفوا عزاف البشارات. أو عزاف البشارات، وكان عزاف الأسل بردوني وعزاف البشارات علي المهتار، ماذا عن هذا الديوان؟ هذا ديوان سميته عزاف البشارات، وهو ثالث دواويني الذي أود طباعته الآن. أنا طبعت ديوانين في طنطا في مصر هنا، ديوان اسمه دمعة أسد وديوان عشق من زمن آخر. أيضا لدي عزاف البشارات وهمست لحبيبتي وديوان زخة اللجين وولود المسرة. خلينا نرجع لحبيبتي هذه إن شاء الله سبحانه وتعالى ستراك هذه الدواوين النور إن شاء الله قريبا إن شاء الله. عزاف، عفوا، طبعا يحدثني الزميل المخرج، أنت قلت همست لحبيبتك في هذا الديوان الأخير، ما المقصود بالحبيبة هنا؟ هل هو رمز معين أو تقصد به الوطن أم تقصد به حبيبتك يعني؟ هي كليهما يعني، أو كلتاهما حبيبتين، لا فرق بينهما، والأهم الوطن هو حبيبتي الأولى والأخيرة. أما بالنسبة لعزاف البشارات، إن أردت أن تسمع قصيدة عزاف البشارات نستمع لها، فهي موجودة يعني. نستمع. بوح من الأعماق يعبق عنبرا،
رفض الكتابة أن تباع وتشترى. يختالك العطر الثمين تضوعا ويمد بحري من عطوره أبحرا. ألق سيخجل في الشموع ضياءها كالبدر أشرق في السماء فأقمرا. ما قال يا حلل الملاح تجمعي عقدا لنمنح للملوك وجوهرا، بل قال يا حور البلاقة حاوري شجني على خمر القريض لنسكرا. وهنا مخاض مناجم لكنوزها قد حق أن نجف المنام ونسهرا. لنشب من وجع السنين قصيدة من موقد فيه الأنين تجمرا، ولنخبر الفارين من رمضائهم أنا سيول لا تسير القهقرا. فإذا الزمان تكشرت نكباته عرفت بأنا لن نلين ونكسرا. فكم احتوت تلك المدائن والقرى ألما على ألم السنين تصبرا. يا ليل يا ليل لو لمعت بروقك أبصرت عمي القمائم أين ظامئة الثرى، وتنفست مهج القبور وأخرجت شهبا تصر بأن تعيش وتذكرا. يا آخر السبع العجاف تعجلي ليجيء عام بالرخاء مبشرا، ليغاث فيه الناس مزن كرامة لنكيل من درر القلال ونعصرا، وننال جائزة اصطبار جراحنا ونحيل صبار المواجع سكرا. في الموسم الآتي ستزهر كرمنا، في الموسم الآتي ستزهر كرمنا، والصخر منبجس عيونا أنهرا. وسنحلب الغيم الهتون نبيذها ونحيل رمل الأرض فرشا أخضرا. ستعود للأرض الكهول طفولة وسنمنح الأعمى الضياء ليبصرا. والأرض تنبت من دماء شهيدنا وردا يفردس في السهول وفي الذرى. وتعود أرقفة الجياع رقيدة للصابرين العائشين تضورا. تتمخض الأيام فجر خلودنا لن تجهل الدنيا البيان وتنكرا. عزفت بشارات الشروق ربابتي عزفا ليختطف القلوب ويأسرا. الله الله، ولقد عرفتك شاعرا مستبشرا. إن شاء الله. التفاؤل قل أن تجده في هذه الأيام في قصائد كثير من الشعراء. هل غلبت شقوة العيش وضنك المعيشة على الشعراء برأيك؟ نعم. أم أن ثمة بادرة أمل يعني ما زالت تلوح في أفق المبدعين؟ الوضع الحالي يعني هو قيمة من الكآبة، لكن رغم الوجع ورغم الألم الذي نعيشه والذي نتوجع به علينا أن نجعل هنالك بصيصا من نور، وعلينا أن نجعل هناك نافذة من الأمل. لابد أن يكون للمبدع تفاؤلا يعني يبشر به الآخرين ويطمئن أحوالهم أقل شيء. نعم، المبدعون الأبواب تكاد أن تكون موصدة حقيقة. نعم. من كل حدب وصوب، يعني أينما اتجهت أو يممت وجهك ثمة معضلة تتحدث ويعاني منها أديب هنا أو فنان هنا. كنت قد تحدثت معي قبل قليل بأن أحد البحوث قمت بتقديمها إلى دولة معينة ومن ثم تم اقتيادك إلى مكان مجهول وعرقلتك وذهب المؤتمر أدراج الرياح. ماذا عن هذا المؤتمر؟ كان هنالك مؤتمر أقامته أكاديمية علاء الدين الدولية في إسطنبول في تركيا، وطلبت أن يشارك فيها الباحثون، فتقدم الباحثون من كل دول العالم وأرسلوا بحوثاتهم، وكان عدد البحوث التي أرسلوها 400 بحث. أنا أرسلت بحثي من ضمن الأبحاث المرسلة إليهم، فتم نجاح 26 أو 26 بحث. نعم. اللغة تتفلت منا هكذا. المصاب جلل يعني. نعم. معلش. لكن
عندما أرسلت ذلك البحث تفاجأت أن بحثي نجح من بين 26 بحثا. هذه 26 بحث الذي نجحت من بين 400، فوصلتني دعوة من تركيا أن أحضر ذلك المؤتمر وأشارك وأناقش بحثي هناك وأستلم مكافأتي. فبينما أنا في طريقي إلى السفر كان يعني تعرضت إلى احتجاز لمدة 5 أيام في رداع، مما أدى إلى فوات المؤتمر وذهب الحلم أدرج الرياح. فوصلت إلى القاهرة لم ألحق الوقت، يعني لم يسعفني الوقت، فاتني المؤتمر في تركيا. فوجدت هناك مهرجان يسمى مهرجان الإسكندرية للشعر العربي، مهرجان دولي أيضا حضره أدباء من جميع دول العالم. فحضرت في ذلك المهرجان، كان أيضا لدي دعوة وشاركت ومثلت اليمن واستلمت 3 شهادات وأوسكار والحمد لله. يعني خلاص تركيا هذه تركيا راحت. بس ما سبب عرقلتك في رداع كما شفت؟ يعني في النقاط الحوثية يعني هل من لك سبب معين حتى تم إيقافك؟ أنا لست تابعا لأحد أو لحزب أو لكذا أو لكذا، إلا أنه يعني الموجودين في النقاط يعني كانوا عبارة عن أطفال صغار ما يستوعبوش الحوار أو أي شيء. ذنبي أنا يقولوا انتظر لما ينزل اسمك من العمليات، يعني عندهم غرف عمليات لما وخمسة أيام. أيوة وخمسة أيام هكذا، وهم مش دارين إيش ورايا من مهمة ومن الله يعين. المبدعون كما أشرت أستاذ علي يعانون وهم يكتبون، وكما يقال المعاناة تولد الإبداع. ما مدى تأثير المبدع على واقعه ومحيطه اليوم؟ هل يستطيع أن يؤثر سواء بقلمه سواء بصوته؟ لابد من للمبدع من تأثير، ولابد لهم النفوذ مهما يعني سيولد من تحت الركاب المبدع، وستخرج ناره من تحت الرماد. لأن المبدع الإبداع الذي داخله هو إصرار على الوصول إلى الجماهير، إصرار على إخراج ما داخله من إبداعات وما داخله من مشاعر. ولا بد أن يكتب، ولا بد، لن توقفه الظروف ولن توقفه قساوة الوقت، فلا بد أن يؤثر لا شك في ذلك. نعم، لكن أكثر المعانين الشعراء، يعني وكما يقال الشعراء يولدون من رحم الشقاء. ما الذي خدمت القصيدة صاحبها؟ كيف خدمته برأيك في واقعنا اليوم؟ المعاناة تولد الإبداع كما يقال. نعم، المعاناة تولد الإبداع، لكن أحيانا تصل إلى إحباط. ولكن أنا لا أقول أن المعاناة تطور الإبداع، لا، بل تحطم الإبداع المعاناة. فالذي يجد متنفسا ويجد ظروفا بيئية راقية تتطور الكتابة لديه وتطور الإبداع، ويشعر حتى بصفاء في النفس، صفاء المشاعر. بينما كتاباتنا تجدها عليها طابع الكآبة، وهذا الطابع إنما اكتسبناه من البيئة المحيطة بنا ومن الظروف التي تحاصرنا، وهذا لا يعني على ما أعتقد لا يعاب علينا. نعم، اختر لنا نصا تفاؤليا آخر أو كئيبا، معلش قد احنا بالوسط كما يقولوا. أولا خاطب صنعاء، تفضل. قصيدة بعنوان دمعت أسد. هذه القصيدة التي أسميت ديواني باسمها: تشابهت عاصمات الحزن في نظري، تشابهت عاصمات الحزن في نظري، وشابها من مآسي حالها عطب. وأنت في خاطري ما زلت فاتنة، يزينك الصبر والأخلاق والأدب. على رهاف الأسى تمضين صابرة، وفي متاه أبى يخبو له لهب.
عيناك ترنو إلي ثم تسألني، عيناك ترنو إلي ثم تسألني، فقلت لا ذنب إلا أننا عرب. تعشقتنا صروف الدهر طائشة، يصب من نوحنا في سمعها طرب. في وحشة الليل يقتاتون سلوتنا، وعينكم فرشهم والجفن والهدب. تخيروا بين نهديكم خطيئتهم، تخيروا بين نهديكم خطيئتهم، وعين من يدفعون الأجر ترتقب. هم يجمعون ثراء المال من دمنا، لنارهم من عظام الأبرياء حطب. صنعاء صنعاء يا دمعة في عين عاشقها، لا تسأليني من الجاني وما السبب. فالكل في قهرنا جان ومتهم، لكن سليهم يا صنعاء كم كسبوا، لكن سليهم يا صنعاء كم كسبوا. الله، ما أصدق السيف إلا من يمضيه الكذب، وأكذب السيف إلا من يستوق الغضب. حبيب هذا صداك اليوم أنشده، لكن لماذا ترى وجهي وتكتئب؟ ماذا أتعجب من شيبي على صغري؟ إني ولدت عجوزا كيف تعتجب؟ واليوم أذوي وطيش الفن يعزفني، والأربعون على خدي تلتهب. كذا إذا ابيض إيناع الحياة على وجه الأديب، أضاء الفكر والأدب. مشاهدينا الأعزاء، لازلنا معكم، وإلى كل من انضم إلينا بمعيتنا الشاعر الجميل علي المهتار. أستاذ علي، عندما نتحدث عن رسالة المبدع، كثيرة هي الأوبريتات، وكثيرة هي الملاحم، وكثيرة هي القصائد التي تناشد العرب، تدعو الجميع إلى لم الصفوف، ولكن وقد أسمعت من ناديت حيا كما يقال، يعني تتردد أو نسترجع ذلك الأوبريت الجميل المتمثل بالحلم العربي، وكان له صدى واسع إلا من متذوقي من يسمعونه، أما أنه يحط نخط الحروف لا شيء. لفت انتباهي رسالة جميلة أخرى للفنان الكبير والقدير أحمد فتحي، وهو يوجه رسالة أخرى من كلمات الشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح، وهو يدعو العرب الذين يقفون على حافة الانهيار أو يكادون أن يكونوا على شفا جرف انهار، ويوجه لهم رسالة أيضا فنية. لا بأس أن أستمع إليها وأعود إليك. يا شام يا شام، ما في جعبتي طرب، أستغفر الشعر أن يستجدي الطرب. ماذا سأقرأ عن شعري وعن أدبي؟ حوافر الخيل داست عندنا الأدب. مشاهدي الأعزاء، كانت هذه اللوحة الفنية الرائعة والجميلة إحدى النماذج الأخيرة التي قدمها فناننا الكبير أحمد فتحي، ولكن لفت انتباهي أستاذ علي وهو يتحدث وينشد ويغني من خلال هذه المقطوعة بصحبة الأوركسترا الجميلة، على إيش تختتلون؟ مع أن المقطع يتضمن بأن هذه كلمات الدكتور عبد العزيز المقالح، ما المقصود بإيش هنا يعني؟ إن كان كتبها عبد العزيز المقالح فهو قد تعمدها، لأنها مختصرة من أي شيء. أي يعني هي اختصار من أي شيء. نعم. وصارت متداولة في اللهجات العربية ككل، ما فيش دولة عربية لو تقول أيش. بس لو كان مصريين يقولوا إيه؟ يقولوا إيه؟ يعني في فرق بين الهاء والشيء. لكن وقد يكون وضعها الفنان الكبير الموسيقار أحمد الفتحي لقرب فني. على كل هذا السؤال سوف يطرحه عليه لاحقاً، يعني سواء بلقاء أو عبر الهاتف يعني. يجب. نعم. المخرج يشير إلى أن الوقت يداهمنا، وأنا أريد أن أستعرض يعني معكم أكثر قصيدة من أكثر من غرض، يعني غزلي وكذا. ماذا تختار في هذه الدقائق المتبقية؟ أولاً بمناسبة ذكرنا لعبد الله البردوني، أنا كتبت في ذكرى وفاته قصيدة أسميتها مدرسة المبصرين. نعم. أقول فيها: تبقى لسمع الزمان الشعر والطرب، في سكرة ما بها حس ولا عصب. يا نظم عقد بجيد الدهر من أدب، وثورة من شموس الحق تلتهب. رحلت فاستنزف التاريخ مدمعه،
حزنا تضج به الألباب والكتب، توضأت بعطور الشعر قافيتي، ونحو محرابك الفكري تقترب. توضأت بعطور الشعر قافيتي ونحو محرابك الفكري تقترب. قامت تصليك أشعارا وتقرأك سفرا إلى كعبة الإلهام ينتسب. مخضرم أبصر الدنيا بلا بصر، وقد تعامت على إبصاره الحقب. والشعر يبكيك ما دامت قوافيه تستنطق من فم الآتي وتكتتب. عيناك عيناك كلتاهما تابوت من ذهب، تخبأت فيهما الأوطان والنخب. خاصمت قهر الشعوب يا محذرها من الهوان إذا لم يصدق القضب. يا أيها الكوكب الدري من زمن تقاسم العشق فيه السل والجرب، ظهرت في ظلمة الجهل وفي فمك صبح، ومنه يغار النجم والشهب. يا ابن البردون، هل كانت عصا موسى بيدك أم جنود السحر أنسحبوا؟ أم أنك يا نبي الشعر قلت لهم كونوا رمادا وهم في الريح قد ذهبوا؟ صنعت بالشعر فلكا للنجاة وقد أطاعك الحرف إذ لم يسمع الخشب. والناس في جهلهم قرقى فكنت لهم ربان خير وقد أنجيت من ركبوا. كم مبصر يدعي فهما وفيه عما في صدره يجعل الأعضاء تنتحب. ومن عماك أقام الشعر مدرسة للمبصرين ومن أنهارها شربوا. خلفت كتبا تشاكت يتم مبدعها كمن يكن في ديار الأهل مقترب. رحلت فاكتحل التاريخ من دمه قهرا عليك وقيم الحزن ينسكب. نم نم يا أبا الشعر في الفردوس متسع لمن بعينيه كانت تقرأ العرب. ذا الحين 60,000 لعمورية تتقدوا، وللمنجم قالوا إننا شهب. واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا وقد عصر الزيتون والعنب. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي العزيز الشاعر جميل علي المهتار، شكرا جزيلا لك، وأعتذر على ضيق الوقت. يعني شكرا لك، أنا سعيد، وأشكر قناة الفضائيات اليمن اليوم، نعم أشكرهم لهذا الاستضافة الجميلة ولهذا البرنامج الرائع الذي وجدنا أقل شيء من خلاله نافذة لإيصال أصواتنا إلى مستمعينا ومتابعينا. وقناة اليمن اليوم وبرامجها هي نافذة لكل الأصوات، نعم، سواء كانت في مجالات شتى سياسية وثقافية. وهذه النافذة بإذن الله تعالى سوف نطل من خلالها ومن شرفتها عليكم كمشاهدين من خلال المبدعين بشتى مشاربهم وشتى إبداعاتهم أدبا وشعرا ونثرا ورواية وغير ذلك. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأعزاء في ختام هذه الحلقة، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. ثمة حلقة ثقافية أخرى ولقاء آخر يجمعني بكم في ذات الموعد وفي ذات الزمان والمكان الأسبوع المقبل. كونوا معي، والسلام عليكم ورحمة الله.